الالتزام بهذا الحكم له آثار إيجابية في حياة الإنسان الخارجية على مستوى عقله، على مستوى روحه، على مستوى جسده، على مستوى معاملاته، على مستوى مصالحه في الحياة، على مستوى حياته. والتسيب في هذه الأحكام أيضا له تأثير كبير جدا على الحياة الخارجية للإنسان، وهذا يدلل وبشكل دقيق أن هذه التشريعات لها تأثير في عالم التكوين، أي أن هناك تداخل دقيق بين عالم التشريع وعالم التكوين. حكم شرعي افعل لا تفعل، هذا الحكم افعل أو لا تفعل، الالتزام به وعدم الالتزام به له آثار. الالتزام به له آثار إيجابية على حياة الإنسان الخارجية، وهو المقصود به بعالم التكوين. وعدم الالتزام به له آثار سلبية على الحياة على الحياة الخارجية للإنسان. هذا شو يدلل؟ يدلل على أن الذي شرع هذه الأحكام هو الذي خلق هذا الكون، ولهذا هناك انسجام بين التشريع والتكوين، وأن الذي خلق هذا الكون وابتدعه من العدم هو الذي شرع تلك الأحكام الدقيقة. هذا جانب، وجانب آخر يدلل على دقة تلك الأحكام وأنها ليست أحكاماً فوضوية أو ارتجالية، وإنما هي أحكام من شأنها تنظيم حياة البشر، من شأنها التناغم مع كل حركة يتحركها الإنسان في الحياة. وهنا الصعوبة تكون. من السهولة جداً لأي إنسان أن يطلق حكما أو تشريعا أو أن يصدر قانونا أو يؤسس إلى دستور من الدساتير، من السهولة جدا جدا سهل على الإنسان أن يفعل ذلك، ولكن ما هو مستوى العمق في ذلك التشريع أو ذلك القانون أو ذلك الدستور، وهل أن ذلك التشريع ينسجم ويتناغم مع حياته هو الشخصية، مع حياة البشر؟ في كثير من الأحيان، إن لم يكن في أغلب الأحيان، التشريعات أو القوانين التي يكونها الإنسان، يؤسسها الإنسان، تكون سببا لزعزعة حياة الإنسان الفردية والاجتماعية.